إذا مشاهدينا نعود معكم لمتابعة الاشتباكات الحاصلة في رام الله بين الجيش الإسرائيلي وفلسطيني. مراسل الحدث أفاد بإصابة 4 جنود أحدهم بجروح خطيرة في اشتباك غرب رام الله مع مسلح فلسطيني. أضاف أن اشتباكات الجيش الإسرائيلي مع مسلح فلسطيني غرب رام الله ما زالت مستمرة لأكثر من 4 ساعات. إذن هذه هي الصور الأولية لموقع الاشتباكات في غرب رام الله. هذه الاشتباكات مستمرة منذ 4 ساعات حتى الآن. المعلومات تتحدث عن إصابة 4 جنود أحدهم بجروح خطيرة في هذه الاشتباكات. لم تعرف حتى الآن أسباب هذه الاشتباكات، ولكن دعونا نتعرف على التفاصيل المتاحة.